الحاج أنا اللي نحكم. ليت صغير ماهيش تحت مرميت ودار جويد راي ولات ما يمشوا لكن الله ما عارفين الناس اللي ما يصلحوش. تعاقبني الناس يا أم ليلى، تعاقب فيها على خاطر ما جبتش الكر. وين الكركم؟ لوحك في دار جويد إلا من مرمدك. جيبوا الأولاد من بعد قول ما نحبش يشوفوني هنا. قاضينا المرأة المسنات بهيجة بقضاء مدة غير محددة بدار جويد. هيا العزيزة تفضل. حاول باش كسر لها شو كده. نهارة اللي شدني يعني أخوه رجعت زنباقة ما نسوى شيء. شهر كامل مريتوش وما شميتش ريحته. في بس لحتهم يزوروك وشوفوك. موسيكش على قرايتك، هذيك سلاحك في الدنيا، هي اللي باش تردك امرأة حرة. يا ما عندكش تسمع لروحك. بقرايتك تنجم تختار مصيرك وحدك، تعيش راسك مرفوعة، تنجم تقول لي على كل حاجة ما تساعدكش وماكش مقتنعة بها.